عظيم، نروح لعمارة. عايز أسألك على النواحي الدفاعية لفريق اتحاد جدة، بمعنى أصح خلينا نحولها لما هي الثغرات الدفاعية اللي موجودة أو نقاط القوة اللي موجودة في دفاع اتحاد جدة، وبالتالي يصح للنادي الأهلي أو يصلح للنادي الأهلي إما اخترقها أو أوريدي إن هو يشتغل عليها طالما هي كده كده ثغرات. اكتر حاجه بتقلق جمهور اتحاد جده السعودي وهي ان عندهم مشكله دفاعيه من بدايه الموسم ولم تحل تماما مع مارسيلو جارد. الفريق بيعاني جدا جدا في النواحي الدفاعيه تحديدا، لان كمان الاظهره بتاعته اظهره هجوميه، سواء زكريا هوساوي ناحيه الشمال واحد من الباكات اللي عندها دريبل سريع جدا، عندها مهاره بالكره يعدي واحد لواحد وشغل الهجومي كتير جدا، ولكن دايما المساحه اللي وراه دي فاضيه. نفس الكلام مهند شاقيتي، نفس الفكره قدامه مروان الصحفي. الاثنين دول عندهم قدرات هجوميه كبيره، فدايما اللي بيحصل ان انت بتتضرب في الحته دي، بتتضرب في الظهر ده. عندك فابينيو وعندك فيصل الغامدي، وخلي بالك لغايه دلوقتي فابينيو وكانتي بقى لهم فتره ما لعبوش مع بعض، لان ده بيتصاب ده بيتصاب ده مع بعض، والاثنين جهدهم البدني خلاص ما بقاش زي الاول. يعني فابينيو البيك بتاعه كان 19 20 من 3 سنين، هو يظل فابينيو طبعا محدش بس يقول حاجه. وكانتي نفس الكلام بيعاني جدا بدنيا، يمكن بدا الموسم بشكل جيد جدا ولكن ما رجعش الا اخر 3 سنين. خدتوا خير وانتوا في تشيلسي، خلصتوا على الراجل، فضيتوا البطاريه. هنعمل ايه طيب؟ ماشي اتفضل يا باشا. لعب 63 دقيقة قدام ضمك، فالأغلب إن هيبقى فيصل الغامدي ده واحد من اللعيبة اللي 22 سنة جهده البدني أكتر، ف 4 2 3 1. المجموعة الهجومية اللي كان عمر بيشرحها دي كلها ما بتدافعش تقريبا أو دفاعها سيء جدا، فأنت دايما بتبقى عامل الشكل ده، فلو هتبص دايما على التحولات هتلاقي دايما المجموعة بتبقى كده، ده طاير مثلا وبتبقى دايما اللي جاي عليك جاي على الحتة دي كلها فاضية، فأنت لو عندك لعيب زي بيرسي تاو مع محمد هاني، بيرسي يعرف يهاجم المساحه دي كويس قوي، ولو دخل جوه محمد هاني ممكن يزيد، عشان اليو ديانج طبعا هيبقى ليه ادوار دفاعيه زي ما كان عمر بيشرح. نفس الفكره ناحيه الشمال، عندك معلول وعندك حسين الشحات، لعيب بيعرف جدا يلعب في الحته دي كويس قوي، يشغل الجانب ده مع علي معلول، يطير يخش جوه منطقه الجزاء مع المهاجم، فتعمل القصه دي. تعالى نبدا الاول بالاحصائيات بعدين نخش على الحالات نشرح الفكره الدفاعيه او المعاناه الدفاعيه بتاعت فريق اتحاد جده. ده مارسيلو جاردو مع اتحاد جده، لعب 5 مباريات، فاز 3 تعادل 1 خسر 1، كل ده ماشي، اهداف له 10 اهداف عليه 8، مباريات بشباك نظيفه 0. ولا مباراه لغايه دلوقتي مع مارسيلو جاردو عدى بشباك نظيفه. دي اول نقطه. تاني نقطه الرقم اللي تحت ده، عدد التسديدات اللي على الفريق. الفريق استقبل 62 تسديده بمتوسط 12 تسديده، فهو الفريق مخترق تماما لكل المنافسين. انت بتتكلم ما بين دوري وما بين دوري ابطال اسيا، والمنافسين مش افضل حاجه لسه، يعني لسه ما دخلتش في الادوار الكبيره اللي تقدر تقول عليها تحكم على الفريق. يعني تعال نخش بقى على الحالات ونشرح ازاي الجبهه تحديدا ناحيه الشمال بتاعت زكريا هوساوي دي مخترقه تماما تماما بالنسبه لاتحاد جده. لو بدانا الحالات على طول من ماتش سبهان الايراني، يلا بص كده امشي معايا، هتلاقي دي اول حاله خالص في الدقيقه 20. بص الراجل لوحده تماما لوحده تماما، هتلاقي حجازي ولويس فيليب الاثنين قلوب الدفاع جوه بالظبط كده، وثلاث لعيبه من سبهان الايراني جوه منطقه الجزاء. دي اول كوره، امشي معايا بقى بالحالات عادي جدا. بص دي نفس الفكره، باص يكسر الخطوط على طول، عديت فابينيو وعديت فيصل غامدي، بقى عندك خطوره كبيره جدا. بص الراجل ناحيه اليمين ده الابيضاني اللي فوق ده لوحده تماما، زكريا متاخر هيتلعب الكوره والراجل بيحطها والمعيوف بيتالق بشكل كبير جدا ينقذها. امشي عادي بالحالات زي ما انت، هتلاقي كل الحالات جايه من ناحيه الشمال المخترقه تماما بالنسبه لاتحاد جده السعودي. كمل بالكوره، بص ده الشوط الثاني، واحده من الكرات الخطيره جدا، وبص ده كره الهدف. يعني احنا بنتكلم على بيرسي تاو هيبقى له دور مهم 100%، محمد هاني هيبقى له دور مهم 100%، وهاني مش هيبقى بنفس الزياده الهجوميه، ولكن لازم يشارك هنا عشان يدي المساحه ياخد المان بتاعه. يعني مثلا الاثنين لعيبه نص الملعب، فيصل دايما هو اللي هيبقى مستني او فابينيو على حسب الاثنين، فاللي هيقابل محمد هاني ده اللي لازم يشغل المساحه دي، وبيرسي يعرف يعدي الواحد لواحد. فانت دايما بقى منتشي وبتاع وافضل لعيب في افريقيا وحاجه في الجامد 100%. نروح بس لحاله ضمك سريعا، يلا. اخر مباراه اللي لعب فيها 3-4-1-2 هي دي تحول، والاهلي سلاحه الاساسي امام اتحاد جده تحديدا هيبقى التحولات. ماشي. بص التحول ده في الثلاثه فلات، انت رايح ب2-2 رغم ان لويس فيليب يتصاب في الكره دي طبعا، ولكن انت رايح بخطوره. بص الاطراف كلهم ما كانوش موجودين وكانتي متاخر، كمل بالحاله عادي هتلاقي 2-2 في الاخر، والراجل عدى وراوغ واحرز هدف مهم.